من المذكرات ان مريم مخلفه بنت من يسري دكروري. ده حقيقي، بس يسري كان رافض الجنين ده وطلب منها انها تنزله، وده ما حصلش طبعا. لا طبعا، بعد ما اتطلقت من يسري وصل حملها للشهر الخامس، ولما ما بقاش ينفع بقى انها تخبي بطنها اكتر من كده اختفت عن الاضواء لحد ما تولد، لكن ما كانش في حد واقف جنبها في حملها، وده اللي خلاها تلجأ لامال امها. فعلا، بس هو كان في مشاكل بينها وبين امها، لان امها اساسا كانت رافضه دخولها الوسط الفني. بعتني ليه؟ اخيرا افتكرت ان ليكي ام. انا محتاجه ليك جنبي قوي. مش انت اللي سبت البيت وصممتي تشتغلي في الفن وعادتي عيلتك؟ مالك؟ انا حامل. حامل؟ اخصى عليكي وعلى تربيتك، يا لفكت رجلي اتقطعت قبل ما اخدت عتبة بيتك. انا متجوزة. متجوزة؟ من غير ما اعرف؟ متجوزة عرفي كمان؟ بس الورقة مش معايا. كان هي رد فعل امال؟ حست ساعتها بقى ان كان عندها حق في خوف على بنتها من دخول الفن. بس مريم لما وصلت للشهور الاخيرة في الحمل ووقت ولادتها، أمال بعتت لدكتور تبعها من البلد علشان يجي يولدها في قلب شقتها. زي ما اتفقنا يا دكتور، مش هوصيك. عيب يا أم مريم، ده أنت اللي مربيانا. كل اللي كانت بتفكر فيه أمال ساعتها إزاي تخلص من البنت. ماما، ولد ولا بنت؟ بنت. عايز أشوفها وأخدها في حضني. مات. بتقولي إيه؟ إزاي؟ طب هي فين؟ فضلت مريم لمدة 10 سنين تقريبا فاكرة ان بنتها ماتت فعلا، لحد ما امها تعبت بمرض شديد جدا. بس مريم ما سابتهاش، صرفت على علاجها كل اللي معاها، بس ما كانش في حل غير انها تسفرها بره علشان تعمل عملية. عشان كده مريم كان بتوافق على اي عمل يجي لها. كان لازم تجمع فلوس العملية في اسرع وقت، لدرجة انها استلفت علشان تسفر امها. خلاص يا ماما، انا اتصرفت في فلوس وحجزت لك في مستشفى بره، ودي تذاكر السفر. انت صرفتي عليا كتير قوي يا بنتي، ليه بس التعب ده؟ ما انا عندي ام غيرك. الفتره اللي قعدتها معاكي من ساعه ما جيت عرفت ان انا كنت غلط. ليه بتقولي كده يا ماما؟ سيبيني اقول اللي جوايا. انت وقفتي جنبي وشلتيني على كفوف الراحة، واحدة غيرك كانت سابتني. وأنا عندي كم أم؟ أنا في جوايا سر لازم أقولهولك، عشان لو جرالي حاجة أبقى خلصت ذمتي قدام ربنا. بنتك عايشة، ما ماتتش. إيه؟ إزاي؟ بعد ما ولدتيها اديتها للدكتور، قلت له ياخدها على البلد. كل اللي كان في نيتي ان اخلص منها، بس حسيت بالذنب، فضلت افكر اوديها فين. ما لقيتش غير اني اوديها مع العيال اللي شبه العيال، محدش يعرف مين اهله. وراحت أمال بالبنت لدار الأيتام، سلمتها هناك وتكفلت بيها، وطلبت من مديرة الدار إنها تكتبها باسمها. قلت جاهزة أعمل حسنة تمحي الخطيئة اللي أنت عملتيها. أنا عملت خطيئة؟ أنا كنت فاكرة كده. يعني أنت صدقتي نفسك وكدبتي بنتك؟ سيبتيني محرومة من بنتي، سيبتيني.
عني غصب عني. سامحيني سامحيني حبيبتي. الظرف ده في كل الأوراق اللي تخص بنتك. فضلت مريم تروح الدار بشكل شبه يومي علشان تشوف نورهان. وتقعد معها أطول وقت ممكن. طبعاً كان فات الأوان بقى إنها تقول لحد أو تعترف إن نورهان دي تبقى بنتها. كانت خايفة على نجوميتها لما الناس تعرف فجأة كده ان ليها بنت. ده حقيقي. ده غير خوفها من يسر الدكروري. لحد ما جه يوم قررت فيه مريم انها تواجه نفسها وتواجه الناس كلها وتروح تاخد نورهان من دار الايتام علشان تعيش معاها. اتفاجئت بيهم بيقولوا لها نورهان هربت وسابت الدار. ما انا عارف. الكلام ده كانت كاتباه مريم في مذكراتها. بس ليه هي ما حاولتش تدور عليها بعد كده؟ بالعكس ده فضلت تدور عليها في كل حته لحد ما يئست. تعبت نفسيا وجات لي العياده علشان اعالجها. معلش يا حبيبي انا اسفه. تلاش يا ماما تلاش. جرح سطحي الله ما تلاش الحمد لله. ما قلقش ازاي؟ ما قلقش ازاي وانت المصيبه عماله ترف عليك واحده ورا التانيه؟ انا عارفه طلعت في طريقك دي ازاي. يا مين يا ماما؟ ادم السعد. أدم النحس عليك. شوف بقالك قد ايه في الداخلية ما جرلكش حتى خدش واحد. يا ماما أنا كنت في بوليس الآداب هتعور ازاي يعني؟ يا ابني يا حبيبي ده أنت لما جيت خطبتها نقلوك ولما نويت تكتب كتابك جات لك طلقة. أمال لما تنوي تتجوزها هيحصل لك إيه؟ هيفجروك. والله صابرين بتحبك يا ماما. وأنا بقى ما بقبلهاش لا هي ولا أمها. بشويش 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 يا حبيبتي بشويش عليه بشويش حبيبي. معلش معلش تمام يا حمزه. تمام جاهزه يا كنت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي كويسه. والله انت بنت حلال لسه حالا كنت بشكر فيك. يا سبحان الله للدرجه دي القلوب عند بعضها؟ ده انا طول الطريق انا وصابرين مالناش سيره غيرك. كحه مسكاني من الصبح هطلع روحي. يا روحي. طب بقول لك ايه؟ خدي اشربي العصير ده يمكن تطلع. ايه؟ ايه ده؟ عصير ام 3 جنيه ونص؟ اشربي يا امي. قولي بس البعزقه والمصاريف دي كلها. اشربي يا امي. امال عصام ما جاش معاكم ليه؟ ايه؟ معقوله يسيبكم انتوا الاثنين كده تيجوا من غير ما يجي يعني يشوفوا ولا ايه؟ ما ماما ساعات في ناس مستشفيات. انا مش قصدي اي حاجه من الكلام اللي انت بتقوله ده، انا قصدي ان هو ما يسيبهمش هما الاثنين يجوا لوحدهم وما يجيش. مش دي برضو اصول الرجوله ولا انا متهيألي؟ اشربي يا ماما. اشربي. مش هشرب. من انا مالك يا عصام؟ هو انت في حاجه مضايقاك؟ انت لسه صغيره ومش هقدر اقول لك اللي انا حاسس بيه. احكي لي يا عصام. انا مش صغيره. مش انا كل حاجه بحكيها لك؟ انا بحبك وعايزك تبقي مراتي بتاعتي. انا نفسي اي حاجه اطلبها اقولها لك من غير كسوف. عصام انت رحت فين؟ أنا آسف ما قدرتش أمسك نفسي. كنتش عايزك تسمعيني وأنا منهار كده. أنت طيب قوي يا عصام. أنا ما شفتش حد زيك كده. أنا خايف أطلب منك حاجة تفهميني غلط. لا قول كل اللي جواك. ممكن نتكلم فيديو كول نبقى واخدين راحتنا. عايز أحس إنك مراتي. أنا مش هقدر أعمل كده يا عصام. أنا بعت لك صورة قبل كده عشان ما تزعلش. بس أكتر من كده أنا مش هقدر. خلاص خلاص يا منى.
أنا آسف إن أنت شايفاه، أنا لازم أقفل. عصام اتبسطتي قوي يا روح امك؟ قوي. وبعدين ما انت عارفه، ما انت اتبسطتي كتير قبلي. طب امشي يا بنت من قدامي اللي بوظ لك وشك ده. هي مين دي اللي بوظ لها وشها؟ بس امشي انت دلوقتي معايا. ايه يا نوران يا حبيبتي؟ مالك؟ هتفضلي تعملي لي مشاكل كتير ولا ايه؟ ظهر انك حنيت العيش دي الملاهي. خلي بالك انا زي ما وقفت جنبك وشغلتك هنا، بكره الصبح ممكن تلاقي نفسك في الملجأ تاني. ركزي وشوفي شغلي. الشنطه دي فيها 50 تذكره، يتوزع كلهم النهارده. انا ما احبش ادخل اماكن زي كده، لو حد شافني دلوقتي هيبقى منظري وحش قوي. ما تدخلش ازاي؟ امال احنا جايين ليه؟ طب اسمع، ما تيجي نطلع بره ونبعت لها تيجي تقابلنا هناك بره. من فضلك لو سمحت، يا برهان معروب بتشتغل هنا؟ قول لها مين؟ قول لها احنا اصلنا قرايبها وجايين نطمن عليها. قرايبها. طب ثانيه واحده هروح ابلغها واجيلك. ايه ده؟ وداري بالي منظره ما يريحش. مهبشة، في ناس بيسألوا على نورهان وبيقولوا ان هم قرايبها. هي من امتى كان ليها قرايب يا باشا؟ تحت امرك. في ناس بيقولوا ان هم قرايبك وعايزين. قرايبي مين؟ انت عارف مصلحتي. يمكن في مصلحه دايره من ورايا ولا حاجه. انا ما اعرفش حد ومش هشوف حد. تبقى اكيد عامله مصيبه. بقول لك ايه؟ حواراتك ومشاكلك كتروا قوي معايا. وانت عارفه انا مين وابن مين؟ عارفه يا ابني، سيبت الباقي.
آسف جدا يا معالي الباشا، هي نورهان عندها شغل كتير ومش هتقدر تسيب البار. هي نورهان هي اللي هناك دي؟ ايوه معالي الباشا. طيب مش عايزه تيجي، احنا نروح لها. اتفضل يا معالي الباشا، المكان مكانك. يلا من دول. عايزه ايه امي؟ انا مش هتحرك من هنا، عايز تروح روح انت. تعالى ما تزرجنش. انا مش هتحرك من هنا، اتفضل انت روح. اتفضل. انت نورهان؟ ايوه. انا بدور عليكي بقالي كتير. اشمعنى؟ انا اعرف والدتك. تعرف ماما امان؟ لا امان مش والدتك، والدتك الحقيقيه مريم رياض. مريم رياض؟ مريم رياض الممثله. انت شكلك تقلت في الشغل. طب ما فيش مكان هادي كده نقعد فيه وافهمك على كل حاجه. هيثم خليك مكاني بس شويه. اوكي تعالى. هو انت ايه حكايتك بقى؟ وايه موضوع ان مريم رياض تبقى امي ده؟ مريم رياض تبقى امك فعلا؟ لا والله، والمفروض ان انا اصدق بقى. ليك حق تستغربي، بس لو سمعتيني هتفهمي كل حاجه. انت مجنون يا راجل انت، ولا انت مين اللي حدفك عليا؟ وبعدين انت تعرف مريم منين اصلا؟ فاكرة الرسمة دي؟ مريم فضلت محتفظة بيها لغاية ما ماتت. مريم مرض بظروف خليتها تبعد عنك وما تعترفش بيكي. وإيه الظروف اللي تخلي أمي ما تعترفش ببنتها؟ وبعدين أنت جاي بعد العمر ده كله تقولي كلامك ده وعايزني أصدقك عادي؟ مريم كانت رايحة تعترف بيكي وما لقيتكيش. وقتها كنت هربانة من الدار. أنت عرفت منين الحاجات دي؟ الصورة دي جبتها منين؟ أنا جايلك عشان الورث اللي ليكي. وعشان اساعدك توصلي للورث ده لازم انت كمان تساعديني ان انا اوصل للي قتل مريم. مريم اتقتلت؟ قصدك انتحرت؟ في حاجات كتير انت ما تعرفهاش عن مريم. اديني فرصه افهمك. هي انا رايح فين؟ 10 دقايق وجاي استناها. نوران راحت فين؟ في راجل كبير عدى عليها دلوقتي، خدته ودخل. دلوقتي شقة مريم من حقك. حتى لو اللي انت قلته ده صح، انا مش عايزه منها حاجه. بصي انا مش هدافع عنها، بس ساعات الظروف بتخلي الواحد يعمل حاجات غصب عنه. كل اللي انت هتقوله مش هيعوضني حاجه عن اللي انا شفته. انا عشت نص عمري في الشارع ونص التاني في ملجأ. طيب مش عارفه تعرفي مين ابوك الحقيقي؟ وهتفرق في ايه لو عرفت؟ ايه بقى؟ مش هنشوف شغلنا ولا ايه؟ ده الكارت بتاعي، لو احتجت اي حاجة كلميني. على اذنك. ازيك يا عماد؟ انا لقيتك مكلمني بس الموبايل ما كانش جنبي. لا ولا يهمك، انا كنت يعني بطمن عليكي، لقيتك مختفيه بقالك فتره. الجورنال واخد كل وقتي، ببقى نفسي اغير جو ساعات، بس للاسف بقى اللي يعرف هلال كامل ينسى الكلام ده. انت هتقولي لي انا بس يعني مش حابب انك تجهدي نفسك زياده عن اللزوم، ولو حبيتي تغيري جو في اي وقت انا موجود. اكيد طبعا. ميرسي قوي يا عماد. عفو. الشحاتة هتكون واقفة ما بين الميدان والشارع المقابل، غالبا بعد ما بتخلص بتروح على دار الأيتام، عايزك تصور كل تحركاتها والطفل اللي معاها. بص يا عالمي، انت هتلاقي تركيز من النار، هتتفاجئ. انا اصلا في المراقبة ماليش حل. لا شيخ، انت مش جاي النهاردة ولا ايه؟ مش هينفع عاجل، غادة شيطة وانا عايز الموضوع يعدي من غير مشاكل. حاول تهدي الامور شوية، غدا مش سهلة، وأنا مش عايزة يكون في بينا مشاكل. أنا هتجنن.
بجد برود اعصابها ده مش طبيعي. دي مش شخصيه غادة. في حاجه غريبه في الموضوع. المهم ان انا عايز اشوفك. ماشي هشوف كده. يلا سلام. باي باي يا حبيبي. يا غادة عرفت بجوازك من جمال؟ وجات لي وطلبت مني تشاركني مصالحي مع جمال. انت لازم تقطعي علاقتك بالست دي. انت غشيم. انا كنت خايفه ان هي تعرف، بس ما دام عرفت ليه اخسرها؟ المهم ان انا مصالحي تكون ماشيه مع الكل. باشا والنبي اي حاجه يا باشا ساعدني. والنبي يا باشا تساعدني باي حاجه يا باشا. ربنا يسعدك يا رب. والنبي يا باشا تساعدني باي حاجه. والله البت على دراعي ما كانت مسوحة يا باشا. والله ابوها عاجز وانا مدافع عليها. والنبي يا باشا ربنا يسعدك اي حاجه. ربنا يسعدك يا باشا. ربنا يسعدك يا رب. اي حاجه يا باشا ربنا يسعدك. يا رب يسعدك يا باشا. البنت نايمه ما جاتش النهارده ليه؟ ما هي كلمتني وقالت لي انها تعبانه مش قادره توصل بطولها، فقالت هتاجز النهارده. يا حلاوه. تعبانه؟ لا يا اختي سلامتها الف سلامه. بقول لك ايه؟ جو الاجازات وموظفين الحكومه ده مش عندنا. الكلام ده ما يخصناش. والمهيه اليوميه اللي بتدفع لساميه شغاله، ولو انت بقى مش عارفه تدوري السريحه اللي معاكي فهميني. لا عارفه يا ست رحاب. وانت والست ساميه ليكوا عندي اليوميه، وانت لما بتيجي تقبضيها انا ما بتاخرش. لو كده بقى يبقى حلو الكلام. هعدي عليك النهارده في البيت اخد اليوميه منك. طب ما تنسيش بقى والنبي تجيبي لي معاكي شنطه زيت وسكر من اللي بتوسعه من الست ساميه. شنطه ايه يا اختي؟ بقول لك ايه؟ بطل استعباط، الشنط دي للغلابه والمحتاجين، ماشي؟ كده برضه استرحب. خلاص يا اختي بطلي سهوه، هجيب لك شنطه. تعيش. استاذ هلال زكي بعت لي الصور اللي صورها وانا طبعتها لك. بقول لك ايه يا مندور؟ في دار ايتام انا شاكك ان بيحصل فيها حاجات مش مظبوطه. هي فين الدار دي؟ ايوه زكي. ايوه استاذ هلال. انا عرفت لك مكان الشحاته. طيب اوكي. ممكن تيجي معايا مشوار؟